عاجل، توقعات علمية تؤكد انهيار سد النهضة خلال أيام. وعاجل، الرئيس السيسي يبحث مع جنوب السودان تطورات الأوضاع بالمنطقة. والتعليم، تقوم بضبط طالبين نشراء أجزاء من أسئلة في الثانوية العامة. بننشر لحضراتكم التفاصيل وبيان عاجل من الرئيس السيسي لدولة البيرو. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 1000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر، وانتوا قدها وطنيين. نبدأ في تفاصيل أول خبر معانا، وروسيا عن سد النهضة. سد النهضة معرض للانهيار في أي لحظة. حذر الخبير الروسي ماكسيم شوغالي، رئيس منظمة حماية القيم الوطنية، من انهيار سد النهضة في أي لحظة، وخاطب الحكومة الإثيوبية وقيادة المجلس السيادي في السودان، وعلى رأسهم الفريق ركن عبد الفتاح البرهان، عن طريق رسالة مفتوحة تم نشرها على الموقع الرسمي للمنظمة بخصوص أزمة سد النهضة والأثار المترتبة على التعبئة الثانية للسد. وأكد أن الأثار المترتبة على تعبئة السد قد تكون في غاية الخطورة في حال عدم وجود اتفاقيات استراتيجية قائمة على نهج علمي بشأن تشغيل سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا على حد تعبيره. يقول أن هناك دراسات قائمة بالفعل عمل عليها مجموعة من العلماء الروس بتهدف لتنظيم تشغيل السدود على النيل بشكل يضمن مصالح دول المصب، وقد حصلت هذه الدراسات على دعم وإشادة من قبل الخبراء الدوليين. يضيف أن بناء السد بحد ذاته يعتبر عمل له أغراضا ضرورية، ولكن إذا لم يتم التعامل مع البناء بشكل علمي وحذر ستكون هناك عواقب وخيمة، إما بسبب الفيضانات أو الجفاف المترتبين على التغير المناخي المرتقب، واتخذ الفيضانات في ألمانيا كمثال، والتي راح بسببها ضحايا. هذا يؤكد على أن التغيرات المناخية والعوامل والكوارث البيئية لا تعتمد على ازدهار أو تطور البلاد، بل يمكن أن تصيب أكثر البلاد تطورا في حال عدم التعامل معها مبكرا والتخطيط جيدا تحسبا لحدوث أي كارثة. نعرف مع بعض توقعات العلمية التي تؤكد انهيار سد النهضة من خلال مصر. تعالوا نعرف دكتور عباس شراقي قال ايه. توقع الدكتور عباس شراقي، استاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، انهيار اجزاء من سد النهضة خلال ايام. اكد ان السد الاثيوبي يحتجز ما يقرب من 8.5 مليار متر مكعب حاليا. اكد ان ما يظهر من خرسانة طرية سيؤدي الى انجراف للخرسانة في جسم السد خلال الايام المقبلة. وقال أن وزير الري الإثيوبي يدعي أن سد النهضة سيحمي السودان من الفيضان، وهو على خلاف الحقيقة. وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، أن الأمطار تشتد خلال هذه الفترة وفي شهر أغسطس المقبل، وممكن أن تصل لمليار متر مكعب يوميا ستمر كلها على السودان. وتابع أنه لا علاقة بين الفيضانات التي تحدث في النيل الأبيض ومثيله الأزرق أو نهر عطبرة. أشار إن التخزين في سد النهضة متوقف على استكمال الأعمال الهندسية. تابع إنه من المتوقع أن يجري في الفيضان أجزاء من جسم السد التي تظهر عبر صور وخرائط الأقمار الصناعية لعدم اكتمال البناء. واختتم: الانجراف سيؤدي إلى تهدم الجزء العلوي من السد واندفاع جزء من مياه بحيرة السد، وسيمر إلى مصر والسودان. هنا في عندنا 2 خبراء، واحد روسي وواحد مصري، الاثنين بيأكدوا يعني احتمالية كبيرة لانهيار سد النهضة في خلال الأيام القادمة، وخصوصا في فترة هذه الفيضانات يعني العالية جدا. نحن نشهد الآن فيضانات يعني عالية وأمطار غزيرة جدا على السودان وإثيوبيا. عندك الصين، يعني كام سد تم تدميره بسبب الفيضانات ومياه الأمطار. فاحنا الأيام دي بنشهد يعني حاجة ما تعودناش عليها. المصدر معانا كان من الموجز، وننتقل مع بعض الخبر آخر. وعاجل، الرئيس السيسي يبحث مع نائب رئيس جنوب السودان تطورات الأوضاع في المنطقة.
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية نائب رئيس جمهورية جنوب السودان والوفد الوزاري المرافق له. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. شهد اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك والملفات الإقليمية الساخنة. وطبعا أهم ملف أكيد نقشوه هو ملف سد النهضة، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وبيان عاجل من الرئيس السيسي لدولة البيرو. بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية البيرو خوسيه بيدرو بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال. أوفد الرئيس السيسي الأمين برئاسة الجمهورية عبد العزيز الشريف إلى سفارة جمهورية البيرو بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة. مصدر معنا أيضا كان من الموجز، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر معنا والتعليم. تقوم بضبط طالبين نشراء أجزاء من أسئلة في الثانوية العامة، وأكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم ضبط الطالبة كاف عين ميم بمحافظة الغربية لقيامها بتصوير ونشر بعض من أسئلة امتحان مادة علم النفس والاجتماع وحيازتها قلم كاميرا. كما تم ضبط الطالب ميم هه سي بمحافظة الجيزة لقيامه بتصوير ونشر أجزاء من الامتحان وحيازته جهاز تابلت مهكر، وذلك بعد مرور 30 دقيقة من بدء الامتحان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. تداولت جروبات الغش صور من امتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة بعد بدء لجنة الامتحان بدقائق، فيما يتتبع فريق مكافحة الغش بغرفة العمليات المركزية بالوزارة الصور المنشورة للتأكد من صحتها وضبط المسؤول عن تصويرها حال تطابقها مع الأسئلة الحقيقية للامتحان. وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021 كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدي قرابة 649 ألف طالب وطالبة في الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 ألف عضو في الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات. وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل، وتعلن النتيجة بعد آخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير. المصدر معنا كان من صحيفة الموجز، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. وبمناسبة سد النهضة حابب أطمن حضراتكم من الرئيس السيسي، طمنا إحنا بنطمن من القيادة السياسية. الرئيس السيسي قال محدش هيقدر ياخد نقطة مية من مصر، وإحنا على ثقة كبيرة بالرئيس السيسي، لأن الرئيس السيسي يعني كان ادى وعود قبل كده للشعب المصري وحققها فعلا. فاحنا كلنا على ثقة بالرئيس السيسي والجيش المصري. ان شاء الله ملف سد النهضة هيكون فيه تغيرات، يعني انا ملاحظ من الاخبار ومن المصادر ان هيحصل عليه تغيرات في الايام القليلة القادمة، يعني اذا كامل فيضانات او تحركات المصرية. واترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. أتمنى ما كنش طولت على حضراتكم، إن شاء الله أتمنى أكون خفيف على حضراتكم. جينا لنهاية نشرة الأخبار، وكان معكم إسلام الأمين. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.